لحد دلوقتي منتخب فرنسا فاز على منتخب بولندا بهدفين دون رد، اول هدف لجيرو وتاني هدف لكيليان امبابي. لكن عندنا لقطة هي اللقطة المميزة في المباراة، عندنا لقطة كوندي في الدقيقة 41. الحكم ملاحظش طول ال 40 دقيقة او ال 41 دقيقة ان كوندي لابس سلسلة في الماتش. الحكم في الدقيقة 41 لاحظ ان كوندي لابس سلسلة، وسلسلة ذهب كمان ما شاء الله، فقال له يقلع السلسلة ويخرجها بره زي ما انتوا شايفين كده. بيطلع سلسلة سلسلة. بس الغريب ان الحكام في اول مباراة بيسلموا على اللعيبة اللي احنا بنشوفه العادي يعني، فالمفروض الحكم يبقى لاحظ حاجة زي كده ان هو لابس سلسلة، الا بقى لو كوندي كان مخبي سلسلة تحت التيشيرت، يعني هو لابسها ورافع التيشيرت فيها فمغطي عليها في الحالة ديت، فهي بنت في الجري، فمش عارفين بقى ايه السبب ان الحكم ملاحظش في الاول.